بابا لما شافك كان ايه انطباعه ساعتها؟ وانا الاول اصلا قال لي روح اعمل اوديشن على المسلسل، وهو ما كانش راضي خالص. انا عمال اقول والله انا كويس، والله اتقل هيجي مني بس اديني فرصه بس. بعدين رحت عملت اوديشن، قالوا لا كويس جدا وهايل ومش عارف ايه وكده. فهو برضو ما كانش واثق فيا قوي، حتى هو اللي اتفرج على المسلسل، انا دوري كان صغير جدا في المسلسل، فعشان هو برضو مش عايز يعني، حتى هو شايف ان انا كويس بس لا مش عايز يديني المساحه اللي ممكن حد يقول لا هو ليه مديله المساحه دي كلها، وفي مع ان انا كان مبسوط مني. بعد كده قال لي لا انت بتتحسن، وفي اللي مالوش كبير قال لي لا انت عامل اعلى من الاكسبكتيشنز بتاعتي كمان. يعني انا كنت عارف انك هتعرف تعمل دور حلو، بس لا اللي انت عامله كمان احسن. خد خد خد. ايه ده حمزه؟ لا مالك ايه انت بتعمل ايه هنا يابا؟ ما هو مين صاحلنا زي ما صاحلك بالظبط، هو اللي بعتنا جيب. طب وايه الحوار؟ ما فيش يا سيدي، المشتري عربيه جديده وعايزنا انا وانت نمضي الشهود عليه. معاك بطاقه؟ عم ده خضين اقسم بالله. اه معايا بطاقه. ست الله اكبر، جيم وبتاع مظبط حالك. خش البيت اللي جاي. ايه البيت ده؟ ادخل ياها. ايه ده؟ فيها حمزه. ادخل ياها. فيها حمزه مالك؟ فين؟ ادخل ياها. فيها حمزه. فيها حمزه. اخلص ياها. حمزه فيها حمزه. حمزه الحاني يا حمزه. هو في ايه؟ في ايه يا حمزه؟ يا حمزه في ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. يا ما عملتش حاجه. يا كوتش يا كوتش الحقني يا كوتش. والنبي الحقني يا كوتش. خلي اخوك الحق كمان ليك. مريم، بابا الفنان الكبير محمود الجندي كان بيشجعك على التمثيل ولا كان معترض؟ لا هو كان اكتر واحد بيشجعني قبل اي حد، قبل ما انا نفسي اصلا اقرر اعمل كده. يعني انا كنت مش عارفه ليه، بس كنت بعند كتير قوي، قعدت اعند كتير قوي انه لا مش هعمل كده. بس هو كان عارف متاكد انه هتلفي وده اللي هتعمليه في الاخر، وانا عارف ان ده اللي انت بتحبيه. فلا بالعكس هو كان اكتر واحد بيشجعني. اكتر حاجه بتعجبك في طريقه تمثيله ايه؟ ان هو اي حاجه يعملها تصدقها، وان هو صادق جدا في اي حاجه يعملها. يعني مش عارف، كان طبيعي جدا كده ويخش القلب كده على طول. يعني ايه الاعمال اللي دايما تحبي تتفرجي ليها على بابا؟ هو انا بحب كل حاجه، بس في حاجتين هم انا مش عارفه ليه، هم ممكن مش يعني مش اكبر اعماله، بس هم اكتر حاجتين انا مرتبطه بيهم. ما اعرفش ليه. علشان خاطر عيونك. أيوة. وكوكي كاك. وكوكي كاك كنت بحبها قوي من وانا صغيره، كنت بقعد اجري عشان اول ما فيديو ينزل، كان لسه في شرايط الفيديو ساعتها، كنت بقعد اجري عشان اول ما واحده جديده تنزل اشوفها على طول. فدي اكتر حاجتين انا بحبهم. وانا اتشرفت ان اخر حوار برضو ليه كان معايا في احد من الناس. الحقيقه دي حاجه تفرحني. كان استاذ عظيم، فنان كبير. حبيبي انت كويس؟ اه يا حبيبتي، تليفون شغل. معلش لازم ارجع القاهره بكره. يوسف، اول مره تمثل قدام الكاميرا كان امتى؟ كان مشهد الاختيار. كنت خايف او مرتبك او قلقان؟ اكيد طبعا كنت قلقان، يعني مش حاجه مش بسيطه برضو، الكاميرا ليها هيبه واللوكيشن ليه هيبه كبيره جدا. والدك الاستاذ ماجد الكدواني الفنان الكبير رايه فيك ايه كممثل؟ لا هو يعني الحمد لله مبسوط، وعلى طول بيشجعني، وعلى طول بنقعد نتكلم مع بعض ونفصص كده الدور حته حته ونتكلم فيه. يعني حصل مثلا وعرض عليك انك تشاركه في عمل من اعماله؟ مش هوافق. مش هتوافق؟ لا 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 ما حصلش لسه. بس لو حصل اكيد هوافق يعني. بس هو ما عرضش. لا لا هو ما بيتصدرش. انت ما طردتش منه؟ انا لا عمري. طب ايه اهم حاجه؟ بص اهو والدك ده فنان عتويل والناس كلها بتحبه، لكن انت في تقديرك ايه اهم حاجه بتميزه كممثل؟ انه لما بيعمل شخصيه بيخش فيها للاخر خالص، بيجيب اخرها. وبحب جدا جدا يعني، طبعا انا شهادتي مجروحه، بس يعني بحب فيه ان هو شخصياته مختلفه عن بعض. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.